السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم في اللقاء الثاني لمقرر مبادئ التسويق المستوى الخامس، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية التابعة لعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم. الصوت واضح؟ جميل. طيب الحمد لله، اليوم استعدنا الشرائح المقررة اللي ما استطعنا انه نسوي لها ابلود المحاضرة الماضية، لكن المحاضرة هذه الحمد لله يعني تمت على خير. اليوم بحول الله وقوته سنكمل ما تطرقنا اليه في المحاضرة الماضية عن الباب الأول وهو مقدمة في التسويق. طبعا بنحاول نعيد سريعا يعني على النقاط اللي تكلمنا فيها المحاضره الماضيه بما انه موجود في الباوربوينت المحاضره الماضيه، ونتطرق ان شاء الله لدرس اليوم. تكلمنا عن مفهوم التسويق، قلنا في ناس تربط التسويق على انه البيع او الشراء، يعني انه ترى ان التسويق او تربط التسويق بمفهوم ضيق على انه البيع والشراء او الترويج. ولذلك اغلب الناس يطلقون على مفهوم الترويج اللي هو التسويق، اي انهم يقولون على الترويج، عمل الترويج هو تسويق، اي انهم لانه ما ينظرون، المستهلك لا يرى من الشركه كلها الا عمليه الترويج، فهو يطلق على عمليه التسويق كامله عمليه الترويج. طبعا تطرقنا الى انه مراحل عمليه التسويق. طبعا تعمل انه وجهات نظر في مفهوم التسويق يعني كثيره جدا ومتعدده، لكن التعريف الاهم انه التسويق عباره عن نشاط يستهدف اشباع حاجات ورغبات العملاء من خلال عمليه التبادل، وراح نتطرق الى عمليه التبادل الان يعني في اللقاء هذا بحول الله. تطرقنا الى مراحل عمليه التسويق وقلنا انه عمليه التسويق تمر بثلاثه مراحل اساسيه. المرحلة الأولى إذا تذكرون تكلمنا فيها مرحلة ما قبل الإنتاج، أي أن الشركة قبل النشاط التسويق ما يبدأ بعد الإنتاج، وإنما قبل الإنتاج قبل ما أصنع لابد أني أعرف ماذا يريد العميل وما هي حاجاته وما هي رغباته، لابد أني أدرس السوق. هل أنا أستهدف النساء أو الرجال، الأعمار الشباب أو أعمار الأطفال أو الأعمار كبار السن؟ هل أستهدف أصحاب الدخول العالية، الأفراد اللي عندهم قوة شرائية عالية، أو أصحاب الدخل المتوسط أو أصحاب الدخل المنخفض؟ هل أستهدف طلاب الجامعة؟ هل أستهدف طلاب المدارس؟ هل أستهدف وهلم جرة؟ لابد أني أعرف ما هو السوق المستهدف، وإذا حددت السوق المستهدف أستطيع أن أحدد حاجاته ورغباته، وأستطيع أني أدرس الخصائص الخاصة فيه كمثلا أعمارهم ودخلهم وتعليمهم مستوى تعليمهم وهلم جرا. المرحلة الثانية ليش؟ لأن أنت تريد أن تسأل عن المراعاة ودراسة السوق وهلم جرا، تريد ان تستفسر تعرف او تستفتي نفسك ما هو العميل او ما هو احتياج العميل وماذا يريد العميل وما هو الشيء الذي يناسب حاجاته ورغباته. هل الصوت واضح؟ طيب جميل جدا جميل. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة بيع المنتجات، الآن بعد ما عرفت الآن وش أصنع وش اللي أنتج وش يبغى العميل، يبغى المنتج الفلاني المواصفات الفلانية. مرحلة بيع المنتجات أي خلال توزيع المنتجات حينما أبيع لابد أني أعرف طبيعة السوق، كيف ما هي الطريقة المناسبة لبيع المستهلك؟ يعني طريقة التوزيع، هل أنا أبيع مباشرة أو أبيع عن طريق عميل؟ هل أني كيف أروج المنتج للعميل؟ كيف أصل إليه عن طريق إعلان، عن طريق البيع الشخصي وهلم جرا. المرحلة الثالثة وهي الأهم من هذه كلها لمرحلة ما بعد البيع، إذا بعت الآن بعت للمستهلك المنتج الآن، لابد أني أعرف وش انطباع المستهلك عن هذا المنتج، هل هو راضي عنه أو غير راضي؟ إذا كان راضي عنه شيء جميل، وإذا كان غير راضي فما هي العيوب والأشياء اللي تولدت هذا عدم الرضا، حالة عدم الرضا للمستهلك تجاه هذا المنتج، كي لابد تطور. لا تجدون دائما المنتجات في تطور مستمر، يعني نادرا ما تجد منتج ثابت يعني طول فترة طويلة هو نفس المنتج بالضبط نفس الشكل. ليش؟ من رغبات الناس وحاجاتهم نوعا ما يعني
قد تتطور. طبعا انا ما ودي اتطرق بشكل كبير لها، انا بس مراجعه بسيطه على الاشياء السابقه. طبعا تطرقنا الى انه الشركات لابد يعني انه تحاول معرفه حاجات ورغبات الناس، والوظائف التسويق طبعا متعدده، ما تشمل فقط للتسعير والترويج، تمتد الى التغليف والتعبئه وتمييز المنتج وطريقه توزيعه وهذا المجال. طيب تطرقنا الى مفاهيم التسويق الجوهريه، واذكر ان توقفنا عند النقطة المحددة اللي هي التبادل، أذكرنا ما كملنا النقطة الخامسة، فطبقنا إلى النقاط الأربعة الأولى ولم نكمل الخامسة. من مفاهيم التسويق طبعا الحاجات، ذكرنا أنه حاجات الإنسان والحاجات الأساسية اللي يعني ما يستطيع أنه يعيش بدونها، مثل حاجة الأكل والشرب، حاجة الأمان وهي الحاجات يعني مثل التعليم والصحة ولو ما جرى، حاجة الانتماء والحب تكلمنا عنها اللي هي مقصد فيها أنه العائلة والأصدقاء والوظيفة وما حاجة الاحترام وهي الحاجة الرابعة. طبعا الأشياء اللي تكسب الاحترام من قبل الآخرين، والحاجة الخامسة اللي هي حاجة تحقيق الذات، أي أسمى الأشياء اللي الإنسان يطمح إليها في حياته. وايضا طرقنا الى الرغبات وقلنا ما هي الرغبات؟ الرغبات عباره عن اشياء من خلالها ان تشبع الحاجه الاساسيه، فاذا بالتالي قلنا تطرقنا انه اذا كنت جائع فهناك تولد حاجه الى الاكل. هذه الحاجه انت قد تشبعها بعده رغبات، او الرغبه انت والله قد تشبعها مثلا يعني بساندوتش شاورما او وجبه كنتاكي، يعني الرغبات متعدده، لكن كل هذا التعدد لاشباع حاجه واحده وهي حاجه الجوع. تكلم عن حاجة السفر، تسافر من الرياض الشرقية، أنت قد تشبع حاجة السفر إلى عن طريق سيارة أو طيارة أو قطار أو حتى بنقل جماعي. طيب النقطة الثالثة من مفاهيم التسويق وهي الطلب. الطلب هو العبارة المقصد فيه أنه ما يحدد أيضا الرغبات هذه اللي هو الطلب. طيب أنت الآن ما معك إلا 10 ريال، طيب العشرة ريال هذه قد إنها ما تجيب لك مثلا مدرسة، قد انها ما تجيب لك مثلا الكبسه او وجبه كنتاكي، قد انها ما تجيب لك الا شاورما ب 10 ريال، بالتالي ما يحدد رغبات البشر دائما لا حدود لها. لذلك ما يحدد هذه الرغبات طبعا اللي هو الطلب، القوه الشرائيه، المورد المادي لدى الافراد. طبعا المقصد في الطلب عباره عن الكميه المطلوبه من الافراد تجاه سلعه معينه او خدمه خلال مده زمنيه. طبعا المسوق الجيد هو يعمل على توفير المنتج للمستهلك في حدود إمكانياته، إنه والله أحاول أوفر المنتج للمستهلك في حدود إمكانياته، في حدود يعني الأسعار التي يرغبها. النقطة الرابعة من مفاهيم التسويق وهي المنتجات، إن المنتج عبارة عن أي شيء يتم عرضه في السوق. المقصد انه اي شيء يتم عرضه في السوق، المقصد انه جذب انتباه المستهلك، اني اجذب انتباهك كمستهلك الى انه ترى المنتج هذا اللي قدامك ترى قد يشبه حاجه معينه لديك او رغبه معينه لديك. تكلمنا انه مفهوم المنتج ليس قاصرا، وانما يشمل اما سلعا ماديه مثل الجوالات، اللابتوب مثلا، شاشه التلفزيون، هذه من اذن السلال، خدمات مثل الانترنت والاتصال اللي تحصل عليه، الكهرباء، المويه، هذه كلها خدمات. احيانا قد تكون افكار انه والله قد تكون انت عندك فكره معينه تجاه حل مشكله معينه، وقد تبيع الفكره هذه لشركه معينه. طبعا ايضا يشمل الافراد انه قد انت تروج المنتج، قد يكون فرد او قد يكون مكان مثلا معين نبغى الناس يزورونه، يعني مكان سياحي مثلا. توقفنا عند التبادل وهي النقطه الخامسه، ماذا نقصد بالتبادل؟ التبادل هو الاصل عندما يريد الفرد ان يشبع حاجاته ورغباته، تتم هذه او عمليه الاشباع من خلال التبادل. ايش معنى التبادل؟ انه والله انا احصل على المنتج الفلاني اللي انا ابغاه، سواء كان جوال او لابتوب او وما شابه، احصل عليه مقابل ان اعطيك مال، اذا الشركه تعطيني منتجا وانا اعطي الشركه المال. الاصل انه التسويق فعلا لا يتحقق الا من خلال هذه العمليه اللي هي العمليه الاخيره. اذا تذكرون رجعنا للتعريف السابق، ايش قلنا في التعريف السابق؟ عباره عن التسويق عباره عن اشباع حاجات ورغبات المستهلكين من خلال ايش؟ هنا النقطه، من خلال ايش؟ هذه عملية التبادل، معناه انه لا يتحقق التسويق، التسويق ككل لا يتحقق الا من خلال عملية التبادل. وش معنى انه لا يتحقق الا من خلال هذه العملية؟ لان العمليات السابقة الان اللي انت سويتها من ترويج وتوزيع وتنظيم ومحاولة نوعا ما معرفة ايش رغباتك
رغبات المستهلك وش حاجاته وصناعة المنتج له. إذا فعلا أنت ما أخذ المستهلك هذا المنتج منك وأعطاك مقابل الفلوس، هل فعلا أنت نجحت ولا لا؟ فعلا أنت ما نجحت، بالتالي إذا نجحت معناه أنه الأشياء السابقة هذه قد يكون أنه والله أنت أخفقت في حاجة محددة، أنت قد تكون أخفقت في معرفة حاجات ورغبات السوق المستهلك، قد تكون أخفقت والله في تسعير المنتج، قد تكون أخفقت مثلا في المواصفات، في أشياء متعددة، بالتالي المستهلك ما شرى المنتج. إذا ما تحققت هذه العملية، عملية التبادل، فالتسويق هنا نوعا ما أشبه أنه توقف، أنه فشل هنا. والسبب أنه أنا كشركة الآن جالس أشتغل مثلا لفترة الآن شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر وصنع المنتج، لما نزلت المنتج للسوق المستهلك ما شرى المنتج. طيب ما شراه ليش؟ وش السبب؟ انه هذا المنتج قد انه لا يشبه حاجاتي ورغباتي، او قد انه والله المنتج هذا يستهدف سوقا يعني مش السوق اللي له، او قد يكون السعر ما هو مناسب لهذا السوق، انه والله انت نزلت منتج بسعر مرتفع والسوق اللي انت استهدفت منتجاتك ذو قوه شرائيه منخفضه، بالتالي كيف انت الان تريد يعني انه تبيع المنتج؟ لا تستطيع انك تبيع المنتج نهائيا، والسبب انه ما استطعت انك توفق او تبيع المنتج للسوق المستهدف بالضبط، بالتالي لا يتحقق التسويق الا من خلال هذه العمليه اللي هي عمليه التبادل، وهي العمليه الاخيره من عمليات التسويق. طبعا المساله ان التبادل، طبعا لما يقول تبادل انت لما تعطي الشركه تعطيك منتج، انت الشركه تعطيها انت مش بالضروره ان تعطيها مقابلها فلوس، وانما قد تعطيها يعني شيء تستفيد منها، انا اعطيك منتج وتعطيني منتج مقابل له، يسمونها مقايضه. لكن الصوره الشائعه اللي هو ان اعطيك منتج وتعطيني مقابل له اللي هو فلوس. طيب نجي نتطرق الان بحول الله الى مراحل تطور مفهوم التسويق. ركزوا معنا، نتطرق الى مراحل تطور مفهوم التسويق، كيف نشا التسويق؟ وين وصل؟ وكيف وصل الى ما وصل اليه الى الفتره الراهنه الان. طبعا اول مرحله من مراحل مفهوم التسويق حينما نشا وتطور يسمى بمرحله المفهوم الانتاجي. طبعا احنا راح نتطرق ان شاء الله الى الخمسه مراحل اللي تشوفونها انتم الان السلايد هذه، الخمسه مراحل: المفهوم الانتاجي والمرتبطه بالمنتج، ومرحله المفهوم البيعي، وكذلك مرحله المفهوم التسويقي، ومرحله اللي هو التسويق الاجتماعي. أول مرحلة وهي مرحلة المفهوم، مفهوم الإنتاج. طبعا إيش المقصود؟ طبعا مرحلة المفهوم الإنتاج هنا حينما نشأت الشركات تقريبا في فترة 1900 تقريبا، بدأت الثورة الصناعية يعني، وصارت هناك، طبعا كان الثورة الصناعية كانت في أوروبا تقريبا، وصار هناك فيه احتياج للمنتجات، وكانت بداية ظهور المنتجات للناس، توهم يعرفون السيارات، توهم يعرفون الآلات اللي تستخدم في الزراعة، فكانت هذه المنتجات جديدة على المستهلكين. بالتالي كانت الشركات ما تدري وش اللي يبغى المستهلك، وش يبغى المستهلك النهائي، وش اللي يحتاجه. كانت مجرد انها والله فكرت في صناعة منتج معين، صنعته، نزلت السوق، والله باع، المستهلك يشتري ليش؟ لأنه هذا المنتج أول مرة يشوفه. بالتالي هو يشتري لانه قد يحتاجه، ما يعرف بالضبط حاجاته ورغباته. لذلك كانت السيارات طبعا اول ما نزلت ما كانت الناس والله تقول انا ابغى سياره بالشكل الفلاني ومواصفات معينه الداخليه معينه، الخارجيه معينه، اضاءات بشكل معين، المواصفات المعروفه للسيارات. مجرد سياره تمشي على اربع كفرات وتختصر لك مسافه، بدل مثلا الخيول، وبدل استخدام الجمال والحمير والكرامة، الآن صارت استخدام السيارة في نوع ما تقطع لك مسافة. فما كان في هناك يعني اهتمام بشكل كبير وش يبغى المستهلك بالضبط في المنتج، لأن المنتج جديد على المستهلك، فالمستهلك أصلا مو عارف يعني يتشرب أو يطلب أشياء جديدة في المنتج لأنه جديد عليه. بالتالي تقارن الآن بين المنتج الجديد مثلا آيفون الأول ما نزل وآيفون الآن، شوف الفرق الشاسع بينهما. يعني في البداية ما كان مصمم للمستهلك النهائي، المستهلك الفرد، وانما لنوع ما الاشخاص محددين خاصين بالتقنيه، الان اصبح للكل. بالتالي كانت الشركات تركز على الانتاجيه، انه انا انتج بقدر الامكان، مجرد اني انتج 1000 قطعه باليوم او 1000 مثلا حبه باليوم، 2000 3000، ما كان في اهتمام للمستهلك نهائيا. كان ايضا التركيز ايضا على الجوانب الهندسيه، كيف شكلها؟ انه المقصد انه هل هي يعني تختصر التكاليف وما شابه، ما كان الاهتمام عن مزايا المنتج او ايش بيستفيد العميل منه.
ايضا كانت نقطه مهمه جدا، وهي كان التركيز عليها في هذه المرحله، اللي هو انتاج ما يمكن انتاجه، انه انتج بقدر المستطاع، انه اكبر كميه ممكنه. بالتالي المرحله هذه كان فيها اهتمام على ان تحقيق هدف المنظمه، ما علي من هدف المستهلك، انا في النهايه ابغى كيف اجيب الربح باي طريقه كانت، ما علي من هدف المستهلك، هل هو فعلا بيستفيد منها، هل هو فعلا والله بيحقق مرضى. طبعا هي ليست بالشكل هذا، وانما يعني نوعا ما يعني كانت الفكره في المرحله هذه، مرحله المفهوم الانتاجي، ان يعني لا تلقي اهتماما كبيرا للمستهلك وما هي حاجاته ورغباته، كانت مجرد انا اعتقد انه هذا المنتج بينجح ونزلت في السوق ومشى. ليش؟ لانه غالبيه المنتجات كانت جديده على المستهلكين، من ضمنها الالات الزراعيه ومن ضمنها السيارات. لذلك المرحله هذه اتسمت انه الطلب على المنتجات كان عاليا جدا، والسبب انه المنتجات المستهلكين مش عارفين المنتجات هذه جديده عليهم، فبالتالي بيكون طلب على هذه المنتجات. كان في مقوله شهيره لهذه المرحله، طبعا هي مقولة مؤسس شركة سيارات فورد، كان يقول إن المستهلك يستطيع أنه يحصل على سيارة فورد، يعني تشوفون أنتم الآن الصورة عندكم، أنه المستهلك يستطيع أنه يحصل على سيارة فورد باللون الذي يريده طالما اللون هذا كان أسود. شو معنى الكلام هذا؟ طبعا هذه، طبعا المقولة هذه كانت في هذه المرحلة تقريبا، يعني 1900. معنى الكلام هذا أن المستهلك ما له الا اللون الاسود، يعني هو اعطاك كانه اعطاك خيار في البدايه، انه ترى المستهلك له الحق انه يحصل على اللون اللي يبيه، اللون السياره اللي يبغيه، طالما انه اللون اسود، احنا ما راح ننتج الاسود ولا راح يطلع لك اللون الا لون اسود. بالتالي هذه المرحله اتسمت على انه ما فيه الا هذا اللون، وعندنا الكميه هذه. طبعا المرحله هذه كانت تنتج بقدر الامكان، في قاعده يعني في حساب التكاليف، انه كل ما زاد الانتاج تقل التكاليف وتزيد الارباح. بالتالي كانت الشركه تركز على زياده الكميه، زياده كميه الانتاج، انتج 50 70 80 1000 2000، فكلما زادت كميه الانتاج ستقل تكاليف الانتاج وتزيد الارباح، لان التكاليف الثابته ستقل، متغير الربح لا تتغير او لا تتاثر بالزياده. يعني كلما زاد الانتاج، التكاليف هي نوعين، تكاليف متغيره وتكاليف ثابته. التكاليف الثابته اللي انت سواء انتجت ام لم تنتج راح تدفع، مثل الاجار، ايجار المصنع او المعمل او الشركه. التكاليف المتغيره هي تكاليف الانتاج، مثلا اذا انتج سياره اللي هو مثلا شراء الحديد وشراء مثلا الاسفنج حق المراتب ومن الاشياء هذه كلها، هذه تكاليف متغيره، اذا انتجت بتزيد على تكلفه الانتاج في النقطه هذه المتغيره. بينما الثابته لا، الثابته مبلغ دفعته، خلاص ايجار 300 ألف ريال مثلا بالسنه، انتجت ام لم انتج راح ادفع. كل ما زاد الانتاج التكاليف الثابته هذه طبعا يعني على حساب المنتج راح تقل. ما ودي ندخل في حساب التكاليف وما شابه، خلونا ليست من تخصصكم. طيب النقطه الثانيه او المرحله الثانيه، وهي يسمونها المرحله المرتبطه بالمنتج، وهي او يسمونها المرحله السلعيه. طبعا هذه المرحله نوعا ما كان في تطور بسيط نوعا ما في النشاط التسويقي، كان الشركات اهتمت في هذه المرحله وقالت انه الافراد او المستهلكين يستجيبون بطريقه معينه او بطريقه ايجابيه نحو المنتجات الجيده وذات السعر الجيد والمقبول وجيده الصنع. اي ان المستهلك في هذه الفتره تقريبا، قالت ان المستهلك يعني نوعا ما يميل الى السلع الجيده وذات الجوده المميزه والسعر المقبول. لذلك في هذه المرحله كان الشركات اذا اهتمت في هذه المرحله اهتمت بربط المنتج وكيف تسعيره وكذلك مواصفاته. ليش والسبب لماذا؟ لان المستهلك في هذه المرحله تقريبا اصبح يعني يرتبط او يهتم بالجوده والسعر، يربط العلاقه بينهما، اي كلما زادت جوده المنتج يعني نوعا ما سيزيد السعر. بالتالي اهتمت الشركات بالمنتجات وكيف تسعيرها، يعني وش المواصفات اللي نحطها في المنتج الان؟ وش الاشياء اللي نزيدها؟ المنتج كيف نسعره الان؟ لانه مساله تسعير المنتجات هي ليست بالامر السهل. معذره. مساله تسعير المنتجات هي ليست بالامر السهل، وانما تتبعها طرق كثيره، من حساب التكاليف وكميه الانتاج وكم، هل احط السعر الفلاني او السعر الفلاني. طبعا العمليه معقده. لكن الشركات نوعا ما في هذه المرحله اهتمت انه والله كيف نوعا ما احسن مواصفات المنتج وكيف اربط السعر فيها. لذلك مساله ربط الجوده بالسعر
تمت في هذه المرحله، والسبب ان المستهلك، ان الشركات لاحظت ان المستهلك نوعا ما يعني يستجيب بطريقه او باخرى ايجابيه نحو المنتج اللي صناعته جيده، جودته نوعا ما عاليه، وسعره مقبول. فبالتالي هنا صار الاهتمام اهتمام بالجوده، صار المستهلك يهتم بالجوده وبالسعر. فلذلك اهتمت الشركات ايضا انه لانه المستهلك اصبح يربط العلاقه بينهما. المرحله الثالثه وهي ما يسمى بمرحله المفهوم البيعي. طبعا ايش المقصد بمرحله المفهوم البيعي؟ المرحله هذه ركزت الشركات على ان المستهلك لا ما راح يشتري المنتج الا اذا كان هناك في نقاط البيع او مراكز التوزيع او الاماكن اللي نبيع فيها منتجاتنا احنا، لابد يكون في جهود شخصيه وجهود غير شخصيه من قبل الشركه انها تحاول تقنع المستهلك، انه اقنع بطريقه او باخرى، سواء انه والله انا ابيع بطريقه مباشره لرجال البيع انه والله تعالي على المستهلك انا اقنعك بهذا المنتج، وهذا المنتج مواصفاته كذا وراح تستفيد كذا، واذا اقتنيت المنتج هذا راح تجني الفائده الفلانيه، سواء اما بيع او مجهود شخصي انه انا ابيع مباشره عن طريق البيع الشخصي او عن طريق مثلا الاعلانات، عن طريق تنشيط المبيعات، وهذا راح اتطرقنا ان شاء الله في باب الترويج. طبعا من سمات المرحله هذه، مرحله المفهوم البيعي، انه التركيز فقط، طبعا التركيز فقط على نقاط البيع اللي هو مراكز البيع، ترى ما كان في تركيز على المنتج ولا تركيز على، فقط على نقاط البيع، انا انتجت، ولا تركيز على المستهلك والشهوه وش حاجات، لا لا لا، انا مجرد ان انتج في نقاط البيع او مراكز البيع او محلات اماكن البيع بالنسبه للشركه، ابدا اركز على المراكز هذه وابدا اقنع المنتج وتعالي للمستهلك وعندنا المنتج هذا وعندنا المنتج هذا، واسوي حملات اعلانيه كبيره وحملات ترويجيه ان تعال اقنع المستهلك بشراء المنتج، وان المنتج هذا بيحقق لك الفائده المرجوه اللي انت تريد ان تطمح اليها، وهلم جرا. طبعا لازم نحن اذا انتم ملاحظين الان، لازم في هذه المراحل الثلاث الشركات لم تنظر الى فعلا ما هي حاجات ورغبات المستهلك، ما راحت للسوق وقالت للمستهلك انت وش تبغى؟ وش حاجاتك ورغباتك؟ وانتجت بناء عليه. جاءت بعد الثلاث مراحل، طبعا في هذه المرحله كانت هناك المشكله وهو ان اصبحت البضائع الشركات تتكدس، انه المستهلكين ما عادوا يشترون المنتجات. والسبب انه اصبحت هذه المنتجات، طبعا جاءت اكثر من شركه سيارات وجاءت اكثر من شركه الات وهلم جرا، اصبحت هذه المنتجات ما عادت تلبي يعني نوعا ما حاجات ورغبات المستهلك، يعني صارت نسخه من الشركات الاخرى، فحاجات المستهلك ورغباته متطوره، بالتالي ما في تطور بشكل كبير. بالتالي الان اصبحت في هذه المرحله نوع ما في تكدس البضائع. جاءت المرحله الحديثه وهي مرحله وهي مرحله المفهوم التسويقي. مرحله المفهوم التسويقي اعتمدت بشكل كبير جدا وهو اساس عمل الشركات، انه انا احدد حاجات ورغبات المستهلك والسوق المستهدف، واحاول ان اشبع هذه الحاجات باعلى كفاءه من المنافسين الاخرين. ايش معنى الكلام هذا؟ معناه اني انا كشركه قبل ان انتج منتجاتي وقبل ان اصنع مثلا سياره، لابد اني اروح اعرف ايش المستهلك وايش اللي يبغاه بالضبط السياره. يعني وليس الدقيقه 100%، ولكن نوعا ما، ما هي حاجات ورغبات المستهلكين، ايش حاجاتهم ورغباتهم في السيارات، وكيف انه والله يرغبونها. وكذلك لابد انه مع هذه الرغبات، هل السوق المستهدف هذا بالنسبه لي اللي ساوفر حاجاته ورغباته، هل هذا السوق ذو قوه شرائيه مثلا عاليه، استطيع انه والله ارفع الاسعار او اجعل اسعار منتجي مرتفعه، ام انه والله صاحب هذا السوق قوه الشرائيه مثلا منخفضه جدا، بالتالي هل يعني ما اقدر. مثال ذلك مثلا اعطيكم على مساله السيارات الان، يعني لما تشوفون مثلا زي سيارات اللهم صل على محمد، زي سيارات هونداي مثلا، هونداي مثلا في سيارات يعني اسعارها بال 40,000 50,000، سيارات صغيره، وفي سيارات اسعارها بحدود ال 100,000، وفي سيارات اسعارها بحدود ال 200,000. ثلاثه انواع سيارات الان لثلاثه اسواق مختلفه، لكل سوق حاجات ورغبات. السوق الاول اللي بيشتري سياره ب 50 هو يبحث عن سياره نوعا ما يعني قليله التكاليف، مثلا الوقود قليل الاقتصاديه نوعا ما، قطع غيارها رخيص. السوق الثاني هو يبحث عن سياره نوعا ما يعني شكلها نوعا ما جيد وجميل وسعرها شوي يعني مرتفع لان فيها مواصفات معينه. السوق الثالث يبحث عن سياره والله مثلا، طبعا يكون سعرها عالي، لكن يبحث عن سياره فيها رفاهيه، فيها مثلا واسعه، وهلم جرا.
كل السيارات تابعون كيف طريقتها الان. بالتالي انت الان عندك ثلاثه اسواق، ثلاثه اسواق نوعا ما مختلفه، لكل سوق الحاجات ورغبات محدده. صاحب السوق اللي ذو القوه الشرائيه منخفضه، انا ما اقدر اعطيه سياره والله فيها رفاهيه عاليه وفيها اكسسوارات كثيره بسعر 40,000، يعني هذه نوعا ما فيها من الصعوبه يعني. بالتالي لكل سوق، السوق غالبا ذوي الدخل المحدود غالبا يبحث عن سياره انه والله ما تصرف بنزين، سياره قطع غيارها رخيص. وذوي الدخل العالي مثلا يبحث عن سياره ما يهم البنزين كم يصرف، ما يهم قطع غيار، يبحث عن سياره ولكن فيها رفاهيه عاليه، يبحث عن سياره فيها اكسسوارات، يبحث عن سياره شكل خارجي يعني جميل. فبالتالي في المرحله هذه، مرحله المفهوم التسويقي، ركزت على انه انا قبل ما انتج واطلع منتجاتي او قبل ما اقدم خدمه او اقدم سلعه للمستهلك، لابد اعرف يعني نوعا ما وش حاجاته، وش رغباته، وش تطلعات المستهلكين. بالتالي اذا عرفت انا ودرست وش حاجاتهم ورغبات هذا المستهلكين وقوتهم الشرائيه، بالتالي سانتج منتجات تلبي هذه الحاجات، بحيث اني اذا نزلتها في السوق مره ثانيه بيشتريها المستهلك. ما تجلس المنتجات عندي يعني ما بيعت، بالتالي ما تتحقق عليه التبادل. لذلك غالب اصحاب التسويق يفرقون بين المفاهيم السابقه والمفهوم التسويقي. طبعا لو تشوفون الجدول اللي قدامكم الان، انه المفاهيم السابقه من ضمن المفهوم البيعي كاخر مفهوم، طبعا كانت الفكره تاتي، فكره المنتج تاتي من المصنع. المصنع يفكر والله نبغى ننتج المنتج الفلاني مثلا، ثم يطلع لك والله المصنع منتجين، ثلاث منتجات، اربعه، ثم يبدا يركز على مساله البيع والترويج، على نقاط البيع، وتعال ركز على المستهلك، اذا جاك مستهلك حاول تمسك فيه وتبيع للمنتج يعني بالتي واللوتية، لحد ما يقبل المستهلك. يعني المستهلك يمكن يشتري المنتج وهو يعني قد يكون غير مقتنع فيه تمام الاقتناع. ثم انت من خلال هذه انت ستحقق ارباح من خلال ايش؟ من خلال حجم المبيعات. اذا الفكره هذه انه انت كشركه، المفاهيم السابقه، نقطه البدايه اللي تشوفون اذا فوق هنا، شوفوا نقطة البداية والتركيز والرسالة النتائج. نقطة البداية تأتي في مرحلة المفهوم البيعي، تأتي من المصنع، من نفس الشركة. والله فكرنا نصنع المنتج الفلاني، السيارة الفلانية، ثم والله طلعنا والله سيارتين بشكلين مختلفات، ثم نبدأ نركز على نقاط البيع، وتعالى المستهلك منتجنا كذا ومنتجنا كذا، ونحاول نقنع المستهلك في السيارة يعني بطريقة أو بأخرى، وبالتالي سنحقق أرباح من خلال حجم المبيعات. في المرحلة الثانية وهي مرحلة المفهوم التسويقي، وهي أن نقطة البداية من أين بدأت؟ تلاحظون نقطة البداية بدأت أصلا من السوق. أنا قبل ما أنتج أبدأ من السوق. وش معنى أنها بدأت من السوق؟ معناه أني أنا أشوف وش حاجات ورغبات الناس، وش اللي يحتاجونه، وش المواصفات التي يريدونها، وش الشيء اللي يناسبهم، ما هي قوتهم الشرائية، كيف دخولهم. لذلك أنت تشوفون بعض المنتجات الآن، المنتج هذا لما انا اشوف انه مخصص للفئه الفلانيه مثلا، الشركات تدرس الشيء هذا، انه والله انا ابغى منتجي مخصص مثلا للبنات مثلا بعمر يعني 14 15 16 17 الى 20 مثلا، او ابغى منتجي مثلا للبنات مثلا من 25 الى 30، ابغى منتجي من يعني بدايه ال 30 الى ال 40، من ال 40، فهذه اعمار مختلفه الان، لكل عمر نوعا ما نقول حاجات ورغبات مختلفه. طبعا اذا انتم لاحظتوا طبعا هذه نتطرق لها بعدين ان شاء الله في عمليه الترويج، لاحظتوا انه مثلا جولي شيك، الاعلانات جولي شيك اللي صارت الفتره الماضيه، طبعا جولي شيك فعليا هي من استهدفت بمنتجاتها. هنا السؤال، من استهدفت بمنتجات جولي شيك؟ الاصل ان استهدفت فئه البنات، الاعمار تقريبا يعني من ال يعني نقول من ال 12 13، يمكن من 10 سنوات الى تقريبا حدود ال 20 سنه يعني، او اقل من 20 سنه. طبعا استهدفت هذه الفئه ليش؟ طبعا هي الاغلبيه، طبعا قد يكون ناس اكبر من كذا شروا وناس اقل من كذا شروا، ولكن الاغلبيه نتكلم عن السوق اللي هو اغلبيه الناس اللي راح يشترون منتجاتي منهم، فبالتالي انا راح اركز عليهم. الشواذ هؤلاء اللي يشتري واحد عمره 25 سنه او 70 سنه يشتري منتج، او واحد عمره 7 سنوات 8 سنوات، يعني هذا يقله، لكن الاكثريه راح يكونون تقريبا في الاعمار هذه. بالتالي اغلب من شرى من او سوى طلب على جولي شيك في الفتره الماضيه غالبا الفئه هذه تقريبا يعني بالاعمار هذه. ليش؟ لان هذه الفئه قوتها الشرائيه منخفضه جدا، يعني قوتها الشرائيه منخفضه جدا، بالتالي تشوفون المنتجات فيها يعني يمكن يمكن بالنسبه للبنات بيعرفون الشيء هذا بشكل كبير، اسعارها يعني منخفضه 15 ريال 20 ريال 25 ريال. تحصل لك مثلا يعني تيشيرت او مثلا فستان او بلوزه او
او بنطلون مثلا ب 25 23 27 ب 32، اسعار هذه غالبا يعني اسعار منخفضه جدا، يعني الافراد هؤلاء المنتجات اللي موجوده في الموقع غالبا انها تناسب هذه الفئه، طبعا كتناسب من ناحيه الملبس والشكل والمواصفات، وكذلك من ناحيه القوه الشرائيه. قوه الافراد هؤلاء اللي من عمر 10 سنوات الى عمر 20 سنه غالبا قوتهم الشرائيه منخفضه جدا، اللي ما تقارن في شخص والله في عمر 30 سنه، قوه الشرائيه قد تكون عمال مرتفعه عنده راتب مثلا، لكن الفئه هذه من غالب انه راح ياخذ من اخوه من امه من ابوه، بالتالي قوتهم الشرائيه منخفضه. لذلك الشركات في المفهوم التسويقي تركز على انها تبدا من السوق، انا اعرف حاجات ورغبات المستهلك ثم ابدا انتج بناء على حاجات المستهلك، على رغباته، ابدا اطلع المنتجات بناء على حاجات ورغباته. طبعا المقصد في التسويق المتكامل يطلع لي هنا، طبعا هي جانبين. الجانب الاول معني بتنسيق بين دوائر المنظمه كادارات التسويق والموارد البشريه والماليه، انه كلنا نعمل سوا في اداره في شركه واحده، بالتالي لابد يكون في ترابط بحيث نستطيع ان ننتج منتجاتنا. لما تكون اداره الموارد البشريه ما توفر الموظفين الكويسين والله لاجل ينتجون منتجاتي، هل سيطلع منتجاتي بشكل مناسب؟ طبعا بالاكيد انها بتكون لا. يعني النقطه الثانيه اللي هي عناصر المزيج التسويقي، اتوقع ان تكلمنا عنها، لا راح نتطرق ان شاء الله. بالتالي من خلال هذا المفهوم التسويقي سياتي لك ارباح من خلال ايش؟ ليس من خلال حجم المبيعات، وانما من خلال اشباع حاجات ورغبات المستهلكين. انت ستحقق ارباح من خلال اشباع حاجات ورغبات المستهلكين، لذلك انت حينما تبيع اقناعك للمستهلك هنا بشكل سهل جدا وسلس. ليش؟ لانك انت وفرت له المنتج اللي يلبي حاجاته ورغباته. بالتالي ما الذي يعيق المستهلك من شراء المنتج؟ انت لما توفر منتج الان للمستهلك ان يوفر يعني يلبي حاجات ورغبات، ما هو السبب الذي يعيق المستهلك من شراء المنتج؟ يعني لا يوجد سبب يعني نوعا ما قوي انه بيخلي المستهلك ما راح يشتري المنتج. بالتالي هذه الشركات تسعى دائما انه، وهذا التوجه الحديث الان، انه انا اشبع حاجات ورغبات المستهلكين واحقق ارباح من خلالها، لابد اني ادرس السوق واعرف وش هو بالضبط. طيب المرحلة الخامسة وهي تقريبا نوعا ما آخر مرحلة في مراحل تطور السوق، وهي المرحلة يسمونها مرحلة التسويق الاجتماعي، مرحلة المفهوم التسويق الاجتماعي. ايش المقصد بمرحلة المفهوم التسويق الاجتماعي؟ هو طبعا المرحلة هذه حديثة جدا، وهي الآن يعني تكاد تكون ظاهرة نوعا ما، وهي أنه أنا أعمل على تحديد أو احتياجات ورغبات السوق المستهدف العملاء، أني أشبع حاجات ورغبات المستهلكين واحقق ارباح من خلال الاشباع هذه الحاجات، وكذلك تحقيق رفاهيه مجتمعيه. وش معنى تحقيق رفاهيه مجتمعيه؟ شوف اللي التعريف عندك الان يقول لك تحديد احتياجات ورغبات الاسواق المستهدفه، انه اول حاجه انا احدد مثل المفهوم التسويقي، انه انا إن اول شيء انه لابد احدد حاجات ورغبات السوق المستهلكين المستهدفين، وتهيئه المنظمه لتحقيق هذه الاشباعات بكفاءه وفعاليه فوق المنافسين، ودعم التكامل بين المستهلك والمجتمع. وش معنى الكلام هذا؟ معناه انه كشركه، اعطيك مثال يمكن اوضح بشكل كبير، انا كشركه لما اشبع حاجات ورغبات المستهلكين ابغى نوعا ما اساعد المجتمع، او اشبع حاجات ورغبات المجتمع ككل بشكل عام. مثال على ذلك، لما تجي شركه سيارات الان تنتج سياره مثلا، كمثال شركه تويوتا انتجت سياره، هذه السياره الان اذا انتجتها الان قد تشبع حاجات ورغبات سوق مستهدف بالنسبه لي، يعني افراد محددين في المجتمع، يعني في السعوديه مثلا قد اشبع حاجات ورغبات مثلا مليون شخص في السعوديه. لكن انا كيف احقق رفاهيه مجتمعيه يعني للمجتمع؟ انه والله مثلا هذه السياره اللي انا ببيعها للمستهلكين وهي ستشبع حاجاتهم ورغباتهم، انه هذه السياره ستقلل مثلا من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، مثلا عوادم السيارات، لان السيارات طبعا تؤثر على البيئه. بالتالي هذه السياره اللي انا راح ابيعها للمستهلكين وهي تلبي حاجاتهم ورغباتهم فيها حاجه ايجابيه للمجتمع، وهي انها تقلل مثلا من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. مثلا بعض علب مثلا المويه، هذه الشركات اللي تنتج مويه، مثال اخر شركات تنتج مويه الان، يعني بعض علب اللي تعبي فيها المويه يقول لك والله مثلا العلبه هذه تتحلل في البيئه، اي معناه ان البيئه العلبه هذه ما تجلس في البيئه، ولما ترميها تجلس فترات ما تتحلل، هذه تتحلل بسرعه، فبالتالي هذه نوعا ما تساعد البيئه. ايضا من ضمن الاشياء انه الشركات نفسها تقوم حينما مثلا تنتج يعني زي عبد اللطيف الجميل الان، شركه عبد اللطيف الجميل للسيارات، حينما مثلا تبيع سيارات تويوتا مثلا، انه مثلا من 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 التسويق الاجتماعي للشركه هذه حينما تبيع منتجات، انه والله مثلا تؤسس مثلا مدرسه لتعليم قياده السياره. طبعا هذه
الباتريزم هذه ما تبغى منها ربح، وانما خدمه مجتمع، انه والله تعالى انا بخدم مجتمعي وبعزز مثلا من مفهوم القياده الجيده لدى المجتمع، وانه يحسنون من طريقه قيادتهم. تعال والله خلي ادرب الناس مجانا، والله تعال انا ادرب الناس. طبعا فيها ميزه انه شركه قد تستغلها، وبالتالي انه تخلي الناس يجربون سياراتها، وهذه طبعا ميزه يعني ما ادري هل طرت على يعني شركه الدكتور جميل او لا، لانه والله تعالى شركه قويه، بالتالي انا صح ابيع سياراتي والبي حاجات ورغبات الناس، لكن ليش ما اسوي حاجه تخدم المجتمع برضه، وقد انها يعني تكسبني مستهلكين جدد، يعني ناس في الغالب اللي بيتدرب على اقاله السياره تو لسه ما بقى شرى سياره، بالتالي خليه يجي ادرب عندي في مثلا افتح لي مدرسه تدريب مثلا وادرب المستهلك عندي على سياراتي، وبعد مثلا ما يجتاز الاختبارات مثلا عندي اذا بغى يشتري سياره له مثلا عرض معين او له. بالتالي هذه مرحله المفهوم التسويق الاجتماعي، انه الشركات تهتم بالفرد والمستهلكين والفئه المستهدفه وكذلك المجتمع، لذلك ما في تعارض بين حاجات المستهلكين وبين حاجات المجتمع او مصالح المجتمع، وانما مصالح المجتمع، لذلك ما في تعارض بين احتياج ورغبات المستهلك ومصالح المجتمع بشكل عام. طيب ما هي عناصر المزيج التسويقي؟ طبعا اذكر ان تطرقنا لها المحاضره الماضيه، طبعا عموما نعيد العناصر. طبعا عناصر المزيج التسويقي هي عباره عن مجموعه من المتغيرات التسويقيه اللي الشركه تقوم ب نوعا ما بمزجها مع بعض لمقابله احتياجات ورغبات السوق او لاشباع حاجات ورغبات السوق. طبعا المزيج التسويقي غالبا يتكون السلع الماديه غالبا يتكون من اربعه عناصر اساسيه، وهي المنتج والسعر والمكان والتبويب. شو يعني المنتج؟ المنتج عباره عن طبعا سواء سلعه او خدمه، المنتج عباره عن سلعه او خدمه. هذا المنتج، المنتج طبعا اما انه والله منتج مادي كسياره جوال، او منتج انه غير مادي غير ملموس محسوس مثل خدمه الانترنت والكهرباء. هذا هو المنتج. بالتالي الشيء طبعا المنتج هذا يحتاج احيانا اشياء كثيره جدا، خاصه السلع تحتاج تغليف وتعبئه وطريقه صيانه مثلا تركيب، ولابد له علامه تجاريه انه تحط علامه تجاريه على التغليف، طبعا اشياء كثيره جدا. النقطه الثانيه اللي هي السعر، السعر طبعا ما يجي السعر كذا مثلا انه ارتباطيه احنا في شركه بنحط له سعر المنتج اللي نبغاه، لا، وانما خاضع لعده اشياء، خاضع اول شيء مثلا لحساب تكاليف الشركه، كم كلف الشركه المنتج، اسعار المنافسين، المنافس لي كم يبيع المنتج، لما يجي شركه معينه السياره هذه مثلا نفس المواصفات تقريبا قريب لها، كم تباع المنافس الثاني، المنافس الثالث، المنافس الرابع، من غير المنطق انه والله المنافسين يبيعون مثلا بسعر مثلا في حدود ال 40,000 ريال مثلا، واجي والله ابيع بنفس السياره نفس تقريبا المواصفات ابيعها والله ب 60,000 ريال. بالتالي السعر هذا خاضع لعده اشياء، عده اشياء متعدده. النقطه الثالثه وهي المكان، المكان اللي هو التوزيع، هل انا ببيع مني انا مباشره، مني انا كشركه الى المستهلك مباشره، يعني يسمى اللي هو البيع المباشر مثل السي سي لها فروع وتبيع مباشره مني من الشركه السي سي الى المستهلك، او قد تبيعها عن طريق مثلا اللي هو الوسطاء مثلا عن طريق محلات الاتصالات. بالتالي طبعا هذا يحدد بالنسبه لك، هل انا ابيع والله مثلا مباشره او ابيع عن طريق وسطاء؟ طبعا اذا ببيع عن طريق وسطاء اي وسيط ابيع عندي، خاصه بعض المنتجات اللي تخزن زي الالبان والمجمدات هذه الدجاج والاشياء هذه، الوسيط مهم جدا بشكل كبير جدا، لانه اذا الوسيط اساء استخدام منتجك او تخزين منتجك، وراح العميل شرى المنتج وراح البيت وفتح المنتج اللي قام والله خربان معفن، وش بيقول المستهلك؟ هل بيقول والله البقاله الفلانيه او الوسيط الفلاني؟ لا، طبعا بيقول مباشره بالاشاره على الشركه الاساسيه، والله الشركه الفلانيه مثلا منتجاتها سيئه. النقطه الرابعه وهي الترويج، الترويج طبعا كيف طريقه الترويج عندنا؟ هل عن طريق الاعلان، عن طريق البيع الشخصي، عن طريق العلاقات العامه؟ وهذه راح نطرق لها في باب خاص طبعا. العناصر المزيج التسويقي الخاصه بالخدمات تزيد الى سبعه، العناصر الخاصة بالسلع المادية هي أربعة عناصر، الفور بيس، الأربعة الأولى هذه. لكن الخاصة بالخدمات تمتد وتزيد إلى طبعا ثلاثة عناصر زيادة، هي الناس والبيئة المادية وعمليات تقديم الخدمة. طبعا نحاول نطرق إن شاء الله في باب تسويق الخدمات. وش المنافع اللي يؤديها التسويق؟ طبعا نحاول احنا بعجل عشان نخلص الوحدة هذه خلال اليوم إن شاء الله. طيب وش الفوائد او المنافع اللي توفرها اداره التسويق؟ وش الفائده منها؟ طبعا اداره التسويق
تعمل على توفير ما يسمى بالمنفعة الزمنية. وش معنى المنفعة الزمنية؟ المنفعة الزمنية أنه أنا كإدارة تسويق أعمل على توفير المنتج في الوقت الذي يحتاجه المستهلك، أي حينما يحتاج المستهلك المنتج لا بد أن يلقاه في الوقت المناسب. الآن فرضا كمثال، لما يجي لي وقت يعني كمثال مثلا الألبان واللبن، مثلا اللبن في الغالب أنه الناس يعني يزيد الطلب عليه، مثلا الغالب راح يشتري مثلا وقت الضحى مثلا 10 11 12 واحدة ثنتين ثلاثة الظهر، يعني في الفترة هذه يزيد الطلب عليه بشكل كبير ثم يبدأ ينخفض. يعني نادرا ما تجد واحد يشتري لبن الساعة 4 الفجر أو 5 الفجر، يعني في الغالب أنه قبل فترة الغداء أنه واحد يشتري لبن مثلا، يعني الغالب أنه بعد الساعة 10 11 12 واحدة ثنتين ثلاثة يزيد الطلب ثم يبدأ ينخفض وقت العصر، يعني المغرب ممكن بعد العشاء يزيد نوعا ما. الآن إدارة التسويق، أنا أعرف أن الطلب على منتجي يزيد في فترة الظهيرة. الآن من منافع التسويق انه لابد انه اوفر المنتج قبل الظهر. لما يجي المستهلك الان للسوبر ماركت ما يجد انه المنتج موجود، ما جاب، ما بعد جابت الشركه المنتج الان للوسيط لتاجر التجزئه او للبقاله. والله دخلت انت والله البقاله اللي عندكم، والله ما حصلت مثل لبن المراعي. يعني في الغالب انه المستهلك انه المنتج هذا له بدائل، فبالتالي المستهلك قد انه يلجا الى بديل اخر، وهنا الخطا او هنا المشكله الاكبر. حينما ينتقل المستهلك من شركه الى اخرى هذه من الصعب، لانه قد يجوز بالشركه الاخرى، فبالتالي انا قد اخسر عميل. لو اذا كان هذا العميل يشتري منتجي بصفه يوميه الان وخسرت اليوم العميل وجاز له المنتج الثاني، فمعناها انه بكره ما راح يرجع يشتري مني، بيشتري من المنافس لي. بالتالي على مدار السنه اذا كان المستهلك يشتري هذا المنتج بصفه يوميه، فعلى مدار السنه ستخسر الشركه 365 عميل، لانه كل العميل هذا كل يوم بيشتري مني. بالتالي قس على ذلك لو مثلا انه والله المراعي مثلا انه والله مثلا ما وفرت لبن في محافظه الخرج، مثلا مدينه الخرج الان مثلا في الرياض، مدينه الخرج ما وفرت والله لسبب مشكله معينه مثلا ما استطاعت توفر اليوم. المستهلكين في الخرج قد انه يلجؤون الى مثلا شركه اخرى منافسه زي نادك او الصافي، وقد يجوز لهم الان. طيب بكره لما المراعي تنزل المنتجات، انه يعني كم نسبه الناس اللي بيرجعون للمراعي وكم نسبه الناس اللي بيستمرون؟ شركه المراعي لازم يعني خسرت في هذه الفتره طبعا كمثال الان. قد تخسر 1000 عميل، 2000 عميل، 10000 عميل، ال 10000 الان في اليوم الواحد، قس على ذلك على مدار السنه الان 365 وفي 10000 عميل هذا 3 مليون و650 الف. يعني وكل واحد بيدفع لي مثلا ريال مثلا، معناها هذه 3 مليون و650 الف على مدار السنه. فبالتالي المساله ليست امر الامر الهين، انه لابد انا اوفر المنتج للعميل في الوقت الذي يحتاجه. الوقت اللي يحتاجه في وقته لابد انه المنتج يتوفر في هذا الوقت، وطبعا هذه من المنافع اللي توفرها اداره التسويق، انه انا اعرف المستهلك متى يحتاج المنتج. الان لما اذا جاء رمضان ان شاء الله، يعني كتب الله لنا ولكم الصيام هذه السنه على خير، لو جاء رمضان الان مثلا وما شركه مثلا تمتو مثلا ما نزلت المنتج في اول يوم او ثاني يوم او نزلت بعد خامس يوم، الان خلال الخمسه ايام انت الان ما نزلت المنتج، المستهلك هنا قد انه يلجا الى بدائل اخرى، وهنا الخطا انه اذا لجا الى بدائل اخرى قد ما عاد يرجع. انه في يمكن اغلب الناس الان مثلا متعود انه يشتري فيمتو مثلا، والله ليش؟ لانه ابوه قد شراه ولا انه اخوه، طبعا ممكن ما قد جرب، لكن لو جرب بشركه اخرى قد انه والله يجوز للشركه الثانيه. بالتالي هذه من المنافع اللي توديها اداره التسويق، انه لابد ان اوفر المنتج للمستهلك في الوقت اللي يناسبه. المنفعه الثانيه وهي المنفعه المكانيه، وش معنى كلام هذا؟ معناه انه لابد اني اوفر المنتج للمستهلك في المكان الذي يرغبه او الذي يحتاجه. لما نتكلم عن الاشياء المواد الغذائيه اللي يشتريها المستهلك بصفه يوميه زي الالبان والمخبوزات والسناكس، هذه يشتريها الواحد في الغالب انه لابد انه يوفرها قريب من المستهلك. يعني اللبن انت من تطلع مشوار من بيتكم الى البقاله مثلا مسافه 30 كيلو او 25 كيلو عشان تشتري لبن وتشتري خبز، يعني يعني اذا ما وفر اذا ما وفرت المراعي مثلا منتجها لي جنب البيت، انا ما راح اطلع مشوار اني والله اروح اجيبه. لذلك المنتجات اللي تشترى بصفه يوميه في الاصل لابد توفر يعني في اقرب مكان للمستهلك. لكن المنتجات اللي توفر او تشترى على صفه يعني شهريه مثلا، تكون في مكان عام ابعد، على مستوى 6 اشهر مثلا تكون في مكان ابعد شوي، على مستوى سنويه او يعني زي السيارات الان تشترى على مدى 5 سنوات. يعني هل بفتح فرع سياره في كل حي من الاحياء مثلا الرياض او حي جده؟ لا، يعني قد يكون فرع في الرياض او فرعين مثلا، مثلا زي الاجهزه الكهربائيه في الغالب يشتريها شخص كل سنه سنتين يشتريها، فبالتالي نوعا ما تتوفر يعني في اماكن، نوعا ما في شرق الرياض يمكن 3 4 محلات وما شابه. طبعا المنفعه الحيازيه وهي انه
حق العميل انه يتملك السلعه ياخذها وتكون بحوزته وتكون باسمه. طبعا النقطه الاخيره نحاول نساعد طبعا انه انتهى الوقت الان، فمعذره بس نكمل السلايد هذه، هذا اخر شيء. طبعا ما هي الانتقادات التي وجهت الى علم التسويق؟ معذره اليوم طولنا عليكم دقيقه زياده، بس معلش، وش الانتقادات التي وجهت لعلم التسويق؟ ما هي الانتقادات التي وجهت لعلم التسويق؟ طبعا قالوا انه والله التسويق، انه الاعلان اللي تعمله ادارات التسويق يسبب ازعاج او احيانا تضليل للمستهلك. وش معنى الكلام؟ نوع ازعاج، انه كل شيء متكرر دائما يطلع، زي مثلا ما صار مع اعلانات جولي شيك، يعني صارت لدرجه يعني مزعجه بشكل كبير جدا، يعني في كل مكان تسمعها، لدرجه انه الناس اصبحوا الان يعني يتكلمون في هذا. نحن الان نتكلم في الشركه، طبعا هي سببت ازعاج لكنها فعلا رسخت في اذهان المستهلكين. الان من فينا ما يعرف جولي شيك؟ الكل يعرف جولي شيك، حتى اللي ما يعرف جولي شيك وسمع في الكلام راح بحث عن جولي شيك، وش جولي شيك هذه؟ فراح بحث عنها. هي الان نوعا ما طبعا هي سببت ازعاج نوعا ما للمستهلك، لكنها صار الاسم موجود لدى الناس، اغلبيه الناس حتى يمكن الكبار والصغار يعرفون الشركه هذه. وطبعا هي نوعا ما يعني نوعا ما يعني هي ناجحه بشكل كبير. طبعا مع انها لا تخلو من الازعاج طبعا، وهذا من الاشياء اللي قد يعني تسبب مشكله. احيانا الشركات لما تعلن بشكل كبير جدا وتسبب ازعاج، احيانا قد ما تكون قد التوسع هذا، وهذا طبعا قد تكون سلبيه اكثر من ايجابيه. النقطه الثانيه انه احيانا الشركات قد تروج منتجاتها حتى لو ما كانت امنه، يعني ولا كانت نوعيتها ممتازه، بس تعطيك الاشكال، ما تبين لك الجانب الامن فيها، يعني والله مثلا استعمالها قد يكون خطر مثلا او على الصحه او ما شابه. النقطه الثالثه انه احيانا التسويق يعمل، وهذا طبعا هذه واضحه بشكل كبير، انه التسويق يحفز المستهلك على شراء منتجات حتى لو ما لها داعي، وهذا للاسف انه صايره بشكل كبير، انه الناس الان اصبحوا يشترون منتجات انه حتى لو ما لها داعي لها. والسبب انه التسويق نوعا ما يحفزك على شراء هذه المنتجات، انه والله ترى اشتر واحده وخذ الثانيه ب 50%، بالتالي الواحد ايش يقول؟ دام عليها خصم 50% خليني اخذها. طيب هل فعلا انت محتاجها؟ لذلك انا لاحظت بعض الاشياء، انه بعض الشركات يقول لك تعال اشتري من عندنا كرتون مثلا تونه وخذ الثانيه بنص 50%، احيانا قد ينتهي تاريخها وهي لا زالت عندك ما استخدمتها. هل انت فعلا محتاج الان المنتج هذا ولا لا؟ لذلك مساله العروض والتسهيلات هذه الواحد لا ينساق خلفها ويروح على طول كذا ويروح يشتري منتجات، لان اذا انت فعلا تحتاج المنتج اشتري، اذا ما تحتاجه لا تشتري المنتج. انت فعلا تراك ما وفرت 50%، انت دفعت 50%. طيب النقطه الاخيره، انه احيانا الغلاف الخارجي قد يكون مخادع للمنتج، وهذا طبعا هذا حادث في بعض المنتجات. يعني اعطيكم مثال، مثلا زي مثلا بطاطس، مثلا تشيبس، يعني ما نبي نسمي شركه معينه، الكبير هذا تشتريه ب 7 ريال او 5 ريال زي مثلا، يعني بدون اسم، الكيس كبير جدا، لكن لما تفتحه يعني تحصل الشيبس هذا والبطاطس في اخر الكيس يعني. وهذا انه ترى الغلاف الخارجي ترى ما يعكس، انه انت لما تشوفه من برا تعتقد انه مليان، لكن لما تفتحه تجد انه والله والله فعلا يمكن موجود ربع الكيس او منتصف الكيس. طبعا هذا اللي ما لدي لهذه المحاضره، اعتذر على الاطاله طبعا غير متعمد، انا حاولت والله اختصر بقدر المستطاع انه نخلص في الوقت المناسب، لكن ما عذرت ان شاء الله. عموما التقيكم المحاضره القادمه في نفس التوقيت، اسال الله لي ولكم التوفيق ان شاء الله. راح انزل السلايدات في المنتدى، وراح انزل لكم اسم الكتاب باذن الله. طبعا انا قلت لكم الكتاب يا شباب مهم جدا، للمره الثانيه والثالثه والرابعه والعاشره والالف اقولها، الكتاب ليس صعب، هو طبعا يمكن موجود فيه 12 فصل، ما هي مطلوبه منكم كامله 13 فصل، مطلوب 7 فصول، والسبعه فصول هذه ليست مطلوبه كامله، وانما نقاط محدده. اللي بيتابع معي بيعرف وش اللي تكلم فيه بالضبط، وهي طبعا يعني السلايدات هذه نوعا ما مختصره، السلايدات ما تكفي طبعا، لان انا جايب لك رؤوس اقلام تفصيلها في الكتاب، والاسئله ما راح تكون من رؤوس الاقلام فقط. بالتالي الكتاب يا شباب، انا ليش اقول الكتاب؟ الكتاب النقطه اللي انت ما فهمتها من هنا، لما ترجع الكتاب بتحصلها موجوده. وهذا طبعا طبعا النقاط اللي ما ذكرتها انا هنا يا شباب، النقاط اللي ما ذكرتها
طبعا ما راح تكون معكم في الكتاب، ما ذكرتها في السلايدات ما راح تكون معكم في الكتاب، لكن جميع نقطة ذكرتها انا قد اكون ذكرتها ب يعني كتبتها برؤوس اقلام، السلايدات انا اعطيك رؤوس اقلام اعطيك وش النقاط اللي بتكلم فيها فتتابع معي تعرف وش تتكلم فيه. بالتالي هي فقط رؤوس اقلام، الكتاب هو اللي على التفصيل هو اللي انا اشرح منه الان، والاسئله راح تكون من الكتاب ما راح تكون من السلايدات شيء. واضح يا شباب؟ يعني ارجو انه ما تاخذوا السلايدات على محمل انه هي كل شيء، يعني لا تغني نهائيا، الكتاب هو المعتمد الاساسي، وطبعا المره ال 2000 اقولها الكتاب والله مو صعب، بالعكس سلس جدا وسهل. انت مجرد تدخل الكتاب اشتري من المكاتب المستعمله او تلقاه اونلاين او ايا كان من اي طريقه كانت. وفقط هذا معي، وتجد انه والله في اشياء انا ما اتكلم فيها ما هي معكم، وانه كل فصل نوعا ما يعني مختصر بشكل كبير جدا. ارجو انه يعني عرفت وش المقصد بالضبط. التقيكم بحول الله المحاضره القادمه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.